طبعا النتيجه يعني هنقول الكابتن اشرف كابونجا اقوى رجل في العالم. نسيبهم بقى مع بعض. ده يعني ده عناق العمالقه، عناق العمالقه طبعا. طبعا والف مليون مبروك. وبيني وبينك الاكل انا مقدرش طبعا. هو في الاكل طبعا ما قدرش طبعا الكابتن اشرف طبعا ما ينفعش يخسر في الاكل. محمد بقى لسه لحد دلوقتي بيحاول يبلع يعني هجينا مخصوص من القرى خسرنا. هنروح بقى خسرانين. نروح بقى عادي المشكله. ده انت كده تروح ماشي. انت هتروح ماشي كده.